أمرر الكلمة إلى المتداخل لكن الأخير السيد كمال الغربي ليحدثنا عن مخالفة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لمنظومة ولي قانون العدالة الانتقالية. تفضل سيد كمال. شكرا سيد الرئيس، عسلامتكم، مرحبا بكم، شكرا على حضوركم معنا في الندوة الصحفية اللي تعبر عن رأي المجتمع المدني أو جزء كبير من المكونات المجتمع المدني في رفضه القاطع والمبدئي لهذا المشروع الرئاسي لقانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. كنا نتصور أن رئيس الجمهورية أو المبادرة التشريعية متاعه تكون في إطار القطع مع الفساد ومع الاستبداد، نلقاو أن المبادرة الأولى متاعه هي جاية باش تحصن وتبيض الفساد والفاسدين، وهذا يتعارض مع القسمة متاعه ومع واجبه في حماية الدستور التونسي. الحقيقة احنا امام صراع حقيقي مع قوى ما زالت نافذة في الدولة التونسية في مختلف مواقعها، واحنا كمجتمع مدني اردنا ان نعلن حربا، وبدأت الحرب فعلا كما قال زميلنا أنطونيو مع منظمة أيوتش اللي احنا انا يقظ اللي احنا نساندوها وندعموها، وستتواصل هذه الحرب بشن هذه المعارضة على مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. والشعار متاعنا اللي رفعناه الناس الكل إضافة لزملائنا في عدة أماكن هو ما يتعداش، هذا المشروع ما يتعداش. ولذلك بالنسبة لنا بدينا ببيان، وطوع منا ندوة صحفية، وسنتحول إلى الفعل الميداني، وسنواصل بكل الأشكال المشروعة الممكنة لرفضنا لهذا المشروع، لأنه يتناقض مع ثورتنا، يتناقض مع دستورنا، يتناقض مع قانون العدالة الانتقالية، يتناقض مع إمضاء تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يتناقض مع القيم الأخلاقية للتوانسة. ولذلك بالنسبة لنا هذه معرض كرامة. في بالكم وأنه شعار الجمهورية توا أضيف إليه الكرامة، مازال مش مجسد في الشعار، ولكن نظام حرية عدالة ولكن كرامة، وثورة الكرامة لا ترضى لنا ألا نقطع مع ممارسات الفساد والاستبداد، لأننا نعتقد أن منظومة الفساد ومنظومة الاستبداد متصلة ببعضها وتغذي بعضها، وما فماش نجاح سياسي إلى حد الآن إلا بمنظومة مالية فاسدة. وهذاك علاش إذا كان نحب ننظف حياتنا السياسية لابد أن تنطلق بمحاربة حقيقية ومكافحة صحيحة للفساد، وما تكونش مجرد شعارات، وما تكونش مجرد قوانين محطوطة على الرفوف. أنا ننطلق من دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة للمائي باش تقول، سألت المواطنين التوانسة، قالت لهم على موضوع العدالة الانتقالية، هل في قانون العدالة الانتقالية ولا في مسار العدالة الانتقالية يلزمنا نكشفوا على الحقائق متاع الانتهاكات بكلها، ولا مثالش ننساو بوسخوك وروح؟ نلقاو 96.9% من المواطنين المستجوبين قالوا لابد من كشف الحقائق. سألوهم كذلك في الدراسة هذه، هل ترى يتم معالجة الملفات السياسية والحقوق السياسية والمدنية فقط، ولا لابد من معالجة كذلك الجرائم الاقتصادية والفساد المالي؟ لقينا وأن أكثر من ثلثي المواطنين التوانسة يحبوا المدخل الحقيقي للبناء الديمقراطي في بلادنا هو تناول مواضيع الفساد المالي والجرائم الاقتصادية. كذلك سألوا المواطنين هذوما، هل مكافحة الفساد جزء من العدالة الانتقالية في أهدافها الأولية؟
97.3%. قالوا نعم. آخر سؤال في هذه الدراسة، هل توافقون على وضع إجراءات لغربلة المؤسسات من الأشخاص الذين تورطوا في ملفات الفساد؟ أش نلقاو الجواب؟ 98% من هذه العينة قالوا يلزم تتغربل هذه المؤسسات ولا نبقي على الفاسدين في المواقع نفسها، لأنه لسانس بحويجة راه مش باش ينساها بسهولة. ولذلك بالنسبة لنا هذايا راه مواطنين معناتها من عمق هذا الشعب. ولذلك نعتقد اللي المجتمع المدني وقت اللي وضع قانون العدالة الانتقالية، والناس كل تتذكروا أن أول مبادرة تشريعية للمجتمع المدني جاءت تطبيقا للفصل 24 من تنظيم المؤقت للسلطات العمومية في المرحلة المؤقتة الأولى بعد الثورة، وأنه أوكل مهمة المبادرة التشريعية في قانون العدالة الانتقالية إلى لجنة فنية من المجتمع المدني، وتعامل هالمشروع هذا من خلال دراستنا، وكنا اللي موجودين هوني كنا موجودين في هذه المجهودات. قلنا وأنه ميزة تونس وخصوصية تونس وأن منظومة الفساد أصل الداء مع منظومة الاستبداد، وأن الجرائم الاقتصادية والجرائم السياسية سنوان. ولذلك ماذا بينا كي باش نعملوا قانون العدالة الانتقالية يلزم العدالة الانتقالية تتلهى بملفات الفساد المالي وتتلهى بملفات الانتهاكات على الحقوق الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذاك علاش أدرجت العديد من الفصول اللي تخص هالزوز ملفات، وهذاك علاش جاء الدستور في الفصل 9 وانتبهنا للشيء هذا. قبل كنا باش نعملوا قانون عدالة انتقالية فقط، ولكن عملنا ندوة وعملنا احتجاجات قجام المجلس الوطني التأسيسي، وشفنا تجربة في اندونيسيا وأن القانون تم إسقاطه بعد تغيير التركيبة السياسية للدولة بعد إقرار القانون. فقلنا لابد أن نحصنه دستوريا، وجرينا كمجتمع مدني من أجل تحسين ذلك دستوريا، وهذاك على جات النقطة 9 من الفصل 148. ولليوم العديد من النواب يقولوا وأنه أكبر حسرة لهم في الدستور التونسي وأن النقطة 9 موجودة في الفصل 148. وهذا كان من ثمرات مجهودات المجتمع المدني التونسي، كسوة بالنسبة للقانون العدالة الانتقالية أو للنقطة 9 في الدستور التونسي. عليه لأنه في القانون متاع العدالة الانتقالية يقول وأن في الفصل 8 أن الدوائر القضائية المتخصصة إضافة وأنها تتعهد بالجرائم متاع حقوق الإنسان، الجرائم الجسيمة اللي ذكرها على سبيل الذكر وليس الحصر، قال تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير انتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام. إذن مذكورة من مشمولات الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. ومن بعد جاءت آلية أخرى في الارتيكل 45 أنه هناك آلية المصالحة والتحكيم لمن أراد المصالحة والتحكيم، أما اللي ما يحبش المصالحة والتحكيم فما آلية قضائية باش تعرف حقيقة الانتهاكات اللي صارت ويتم قضاته من أجل تلك الأفعال. اليوم جاء هذا القانون، هذا المشروع باش يبيضوا وباش يسامحوا وباش يقولوا في الأمان. وبالتالي هذا الإجرام مخالف لقانون العدالة الانتقالية في عمقي، لا في جانبه المحاسبي ولا في جانبه متاع التحكيم والمصالحة، وفيه نسف لصلاحيات تاع العدالة الانتقالية في الفصل 12. شو يقول الفصل 12؟ يقول وأنه تلغى متاع مشروع القانون تاع رئيس الجمهورية، تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53. قال سيد الرئيس، قال أخويا الوهي الهيئة هذه لا هي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتتلهى بالحقوق السياسية والمدنية، يزاه الحقوق المدنية والسياسية؟
هذيك من مشمولاتنا احنا الحقوق السياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه، واحنا هذيك الفلوس ما نخليوهاش عند هيئه حقوق الحقيقه والكرم. اذا هذا الخيار هو مخالف للدستور كما ذكر زملائي، مخالف لقانون العداله الانتقاليه، وفيه ضرب لمسار العداله الانتقاليه بافراغه من كشف الحقيقه نتاع منظومه الفساد اللي هي متصله بمنظومه الاستبداد. وانا نقولوا اكثر من ذلك، ان وقت اللي يقولوا انه باش نعملوا مناخ نتاع استثمار سليم، وقت اللي تبقي على الفاسدين في مواقعهم يا اخي المستثمرين الوطنيين ولا المستثمرين الاجانب هما سيدي تاتا، ما يعرفوش الوضع نتاعنا، كيراو انه الفاسدين بقاو وفما لوبيات معينه هي المتحكمه في الاقتصاد التونسي، وقت اللي باش يجيو هما يدخلوا يستثمروا يجيوهم يجريوا يقولوا لهم يجي نشاركوكم في هذه المشاريع، وبالتالي باش يجيو يستثمروا فماش ثقه، فماش ثقه. اذا باش تضمن الثقه يلزم العداله تكون ماشيه، وهذاك علاش ديما المستثمر وقت اللي يجي يقول شنو حال القضاء في تونس؟ كان حال القضاء مستقل انا نستثمر، ما يقلقنيش، عندي مشكله مع الدوله ولا مع اي مواطن في تونس نمشي للقضاء ناخذ حقي. اما كي يبدا القضاء معناتها تحت الوصايه، وان كان هناك جهود حقيقيه من الفاعلين في مجال القضاء من اجل استقلاليته، ولكن احنا نحب نقولوا وان المحاسبه هي طريق الثقه تاع المستثمرين والمواطنين ومتاع الضحايا، زاد اللي ذكرهم سي كريم عبد السلام وقت اللي قال الضحايا، وقت اللي يحسوا اللي الفاسدين يرتعوا قدام عينيهم وهم اللي يتحكموا في مصير البلاد اليوم، اليوم بفلوسهم وبمنظومتهم الفاسده اللي لم تفكك، هما اللي قاعدين يسيروا في البلاد ويحطوا شكون يحب وينحيوا شكون يحبوا. يحبوا البلاد هذه ثوره، احنا عملنا ثوره باش نقطع مع الشيء هذا، لم يتم القطع مع هذه المنظومه، منظومه الفساد. احنا مقرين العزم من اجل الانضباط للدستور ولقانون العداله الانتقاليه وكذلك لمقتضيات الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد اللي فيها الاعتداء على المال العام والفساد المالي هي جرائم. كيفاش كما قال كريم عبد السلام نقدموا فيها على اساس مصالحه مع ناس عملوا مخالفات، وقت اللي هي جرائم، جرائم كبيره تجاه هذا الشعب وتجاه هذا المجتمع وتجاه تاريخ هالبلاد هذية. وبالتالي تجريم هذه الممارسات ومحاسبه الفاعلين هو مزيد من ثقة الناس في منظومتنا بعد الثورة في جمهوريتنا الثانية وفي إنفاذ القانون التونسي اللي نتوافق عليه. أما شنو الفائدة نعملوا قانون ومن بعد ندوروا عليه لأنه مصلحتنا تبدلت ولا المنظومة تبدلت؟ إذا بالنسبة لنا نقول السيد رئيس الجمهورية راهو باش ندخلوا في تخوفنا أنه تتغول سلطتك وتولي تتعارض مع الدستور مع القانون مع مجلس نواب الشعب ومع إرادة الشعب ومع إرادة المجتمع المدني، وفلتكن لك الشجاعة كما كانت ما هو مثلك الأعلى هو الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة رحمه الله في أيمات الخبز، وقت اللي الناس انتفضت قال نرجع كما كنا قبل الزيادات، نرجع قبل كما كنا قبل هذا المشروع، ويكون هذا موقف من مواقفه اللي ممكن تبقى له للتاريخ. ثاني حاجة نحب نقوله أنه فرض هذا القانون بقوة، وإحنا سمعنا وأن السيد الرئيس معناتها وصل حتى عن طريق وزارة الخارجية بعث لبعض المنظمات الدولية وأنهم يكفوا عن مساندة المجتمع المدني في رفض هذا القانون. ما معنى هذا؟ احنا لا، احنا نرفض انه يتم معناتها القول وان كمجتمع مدني نحارب هذا القانون من منطلق وطني ومنطلق السياده الوطنيه، ولكن بالنسبه لنا اي دعم لنا في هذا المجهود فهو مرحب به. ونقول للساده النواب وان مسؤوليتهم وقت اللي جاوا في مجلس نواب الشعب والشعب ارتضاهم باش يكونوا نواب عنه،
يزمع عبر عن إرادته. اليوم جزء من إرادة التوانسة وأنهم يرفضوا هذا القانون. يزم لجنة التشريع العام اليوم وهي تستمع إلى ممثل الرئاسة تقول له لماذا هذا القانون المخالف للدستور مخالف القانون العدالة الانتقالية. سي كمال سمحني باش وبالتالي أخدم على خطر الصحفيين اللي موجودين لهنا. أي نفس اختتمت. وبالتالي احنا نقولوا اللي النواب مسؤوليتهم كبيرة في رفض هذا القانون ويرجعوا إلى المصدر. مجتمع المدني فما مبادرة مانيش مسامح، فما مبادرة الجبهة الوطنية للتصدي لهذا القانون، وفما المبادرة متاعنا هذه متاع الائتلاف المدني ضد قانون المصالحة. الكلنا باش نحطوا يدنا في يد بعضنا من أجل التصدي لهذا القانون وما يتعداش. شكرا. يعطيك الصحة سي كمال.